الاطعام وفكره توزيع الوجبات والحاجات دي اتعودنا عليها امتى؟ شهر رمضان والمناسبات الدينيه. وهل ده يمنع ان احنا طول السنه نعمل ده؟ النهارده كبار وصغيرين وكل الناس هتشارك في الفكره دي. انا عايز اقول لكم حاجه كده وانتم شغالين، احنا الحاجات اللي بنعملها دي عشان صحابنا هم اصحابنا، يعرفوا يعملوا سندوتشات يا يونس. عاش يا وحوش عاش. مصطاج السعاده هو همزه الوصل بيننا وبين بعض. انا عندي مبادره اسمها تكيه الخير، هدفي منها برضو نشر السعاده من خلال وجبات سخنه اطعام لكل اهالينا. طلب الاوامر وطلباتهم هم واجبه النفاذ. عاتبهم، صالحهم، اعتذر لهم، فرحهم، اجبر خاطرهم. كل ده بكلمتين اتنين: تهادوا تحابوا. اتوبيس السعاده الجمعه الساعه 4:30 عصرا فقط على DMC.